رمضان كريم، نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. الإرهاب يحارب الإرهاب، 27 إرهابيا قتلوا اليوم من داعش في جرود عرسال وفق المعلومات الأمنية الخاصة بتلفزيون لبنان. معارك عنيفة دارت في جرود عرسال وخلفها وأمامها وأوقعت قتلى وجرحى، في وقت كان قائد الجيش العماد جوزيف عون يشدد على حماية الوطن من الإرهاب. سياسيا، سجل تقدم في المداولات حول قانون انتخاب نيابي يعتمد النسبية و15 دائرة. وفي سياق هذه المداولات، أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة بعد غد الاثنين أسبوعا، وينتظر أن يصدر عن المراجع المسؤولة مرسوما بفتح دورة استثنائية للبرلمان. وفي اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، لوحظ أن هناك إجماعا إسلاميا على بدء شهر الرحمة، وقد حل الخير في منازل الصائمين، وكثرت الدعوات لمساعدة الفقراء والمحتاجين. في الخارج، برز إعلان طهران عن مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في معارك الموصل العراقية مع داعش، في وقت تشاور الرئيس روحاني هاتفيا مع الرئيس الروسي ومع أمير قطر. وفي فلسطين المحتلة، انتصر الأسرى في معركة الإمعاء الخاوية في اليوم 40 لإضرابهم عن الطعام. وقد أثمر تحرك المنظمات الدولية تفاوضا بين المحتل الإسرائيلي والمقاوم المناضل مروان البرغوثي. نبدأ من معارك داعش والنصرة في جرود عرسال، حيث الجيش اللبناني يضيق الطوق على الإرهابيين في جرود عرسال ومرتفعات السلسلة الشرقية، وأهالي رأس بعلبك والقاع يثمنون دوره. محمد عبد الله والتفاصيل. ما يحصل في منطقة جرود عرسال يمكن تجزئته إلى محورين: الأول ما يقوم به الجيش اللبناني من دك مواقع الإرهابيين وتنفيذ عمليات نوعية استباقية أحبطت محاولات التخريب حاولوا القيام بها بالتسلل خارج المنطقة، بحيث سطرت عناصر الجيش بطولات ميدانية في موقع التنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية، ما أضعف قدرة هذه المجموعات التي تعيش حالة من الإرباك، بحيث وصفت مصادر في الجيش وضع المسلحين بالصعب والمتهاوي وأن عددهم لم يعد يتجاوز العشرات. أما المحور الثاني فهو القتال العنيف بين جبهة النصرة وسراي أهل الشام من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى، بحيث سجل عدد من القتلى والجرحى في المعارك. تم نقل 4 جرحى من النصرة إلى مستشفى فرحات في جبل جنين، و20 آخرين إلى مستشفى عرسال. أهالي رأس بعلبك وأهالي القاع نفذوا وقفة تضامنية احتجاجا على محاولات التخريب وعمليات التفجير، وعقدوا مؤتمرا صحفيا نوهت خلاله الكلمات بقدرات الجيش في التصدي للإرهابيين. نطالب الدولة اللبنانية بالتواصل مع الدولة السورية لحل هذا الإشكال. من يصالح يريد المصالحة يعود إلى قراه، ومن يريد الذهاب إلى أدلب يذهب إلى أدلب، ومن يرفض ذلك على الدولة اللبنانية نطالبها بشدة الآن أن تقتلعهم ولو بالقوة العسكرية لتحقيق الأمن لهذه المنطقة والأمن للبنان. نتوجه بالشكر والامتنان لقائد الجيش العماد المغوار جوزيف عون ولمديرية المخابرات للجهود الجبارة في كشف الجريمة المثلثة الأطراف، ولسائر القوى الأمنية التي هبت لكشف الفاعلين والمخططين والمنفذين. والشغلة الخطيرة اللي صارت بتفجير مبارح واللي صارت بتفجير اللي ما تم الحمد لله على سلامة أهالي راس بعلبك، إنه المتهمين هن اللبنانيين. نحن منقول هن مش من عرسال، عرسال أهل عرسال هن أهلنا، ونحن منتمنى اليوم قبل بكرة عرسال تتحرر من رجس هالإرهابيين والتكفيريين وتعود لحضن الدولة. راس بعلبك تقول اليوم كلمة واحدة: نحن هنا، كنائسنا، مزارعنا، أولادنا، حياتنا، مستقبلنا هنا، لن نرحل. الجيش اللبناني سيبقى بالمرصاد لأي محاولة تخريبية من قبل الإرهابيين. قائد الجيش العماد جوزيف عون يؤكد جهوزية الجيش لاجتثاث الإرهاب والمحافظة على الاستقرار في أي ظرف من الظروف.
لدى الجيش القدرة الاستعلامية من أجل اجتثاث الخلايا الإرهابية من مخابئها. الكلام لقائد الجيش العماد جوزيف عون لدى تفقده مقر الفوج المجنقل في غسطة، حيث جال في مراكزه ثم اجتمع بالضباط والعسكريين وزودهم التوجيهات اللازمة. قائد الجيش أثنى على مسيرة الفوج والإنجازات القتالية المميزة التي حققها في أكثر من محطة، خصوصا في مواجهة الإرهاب، داعيا العسكريين إلى مزيد من الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهمات المرتقبة، ونوه بالعمليات النوعية الاستباقية التي نفذتها مديريات المخابرات في الأيام الماضية في منطقة عرسال، مشيرا إلى أن توقيف الإرهابيين المسؤولين عن تفجيرات بلدة رأس بعلبك بالسرعة القصوى حال دون استمرارهم في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية وجنب الكثير من الضحايا في صفوف المواطنين. وفي هذا الإطار، العماد جوزيف عون أكد القدرة الاستخباراتية والاستعلامية للجيش التي تسير جنبا إلى جنب مع مواصلة الوحدات الميدانية مهاجمة مواقع التنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية وتضييق الخناق عليها وصولا إلى دحرها بصورة نهائية، وطمأن إلى أن استقرار البلاد هو في حمى الجيش الذي لن يسمح بالعبث به في أي ظرف من الظروف. بعد ذلك تفقد العسكريين الجرحى جراء حادث التفجير الذي تعرضوا له الجمعة في منطقة البقاع وتمنى لهم الشفاء العاجل. أهلا بكم. الأسرى الفلسطينيون انتصروا على جلادهم بعد أضراب عن الطعام استمر لأربعين يوما. بعد صمود تاريخي وبطولي لألف وخمسمائة أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، استمر 41 يوما مضربين خلاله عن الطعام، وبعد مفاوضات استمرت 20 ساعة متواصلة في سجن عسقلان الإسرائيلي مع قيادة الإضراب في مقدمتها مروان البرغوثي، أذعن الإسرائيلي لمطالب كثيرة. فأعلن الناطق باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين حسن عبد ربه أنه جرى تعليق الإضراب وفق اتفاق بين الفريقين. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قدم مساء الجمعة عرضا بتعليق الإضراب الفلسطيني لمدة 24 ساعة مقابل تلبية طلبات المعتقلين الفلسطينيين. وقد جرى الحديث عن أبرز مواد الاتفاق، وتقضي بإعادة السماح بزيارة ثانية من الأهل للأسرى في خلال الشهر الواحد مثل ما كان متبعا قبل عامين، وإنما تمول الزيارة السلطة الفلسطينية وليس الصليب الأحمر الدولي مثل ما كان يحصل سابقا. كما تكون دراسة لمطالب الأسرى الأخرى بعد تعليق الإضراب، لكن أوساطا مطلعة على مسار المفاوضات أشارت إلى أن قيادة قريبة من مروان البرغوثي أبلغت رئيس هيئة الأسرى صباح السبت بالوصول إلى اتفاق يحقق مطالب مهمة في إضراب الأسرى ويشكل انتصارا في معركتهم التي تجاوزت في مدتها 41 يوما. وعلى ما يبدو فإن الإضراب انتهى أو علق بعد مفاوضات طويلة بين ممثلي مصلحة السجون الإسرائيلية وزعيم الإضراب مروان البرغوثي مع دخول شهر رمضان المبارك. وضمن الاتفاق العمل لتحسين ظروف الاعتقال فيما جرى التفاهم على الاستمرار في المحادثات في شأن باقي المطالب بعد تعليق الإضراب، معلوم أن 20 أسيرا ما زالوا يعالجون في المستشفيات الإسرائيلية نتيجة لتدهور حاد في أوضاعهم الصحية بعد إضرابهم عن الطعام. الإضراب عن الطعام ويحمل عنوان الحرية والكرامة كان قد بدأه في 17 من نيسان الماضي 1500 معتقل معظمهم من حركة فتح،
وقد نقل مئات منهم إلى عيادات في السجون الإسرائيلية للمعالجة جراء الإضراب عن الطعام. ومن مطالب الأسرى وقف سياسة منع الزيارات وإنهاء سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي ووضع حد للإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى والسماح بتركيب هاتف عمومي في كل سجن من أجل التواصل الإنساني بين الأسرى وذويهم. الأيام القليلة المقبلة ستظهر مدى تلبية هذه المطالب. أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل الجنرال شعبان نصيري قائد فيلق القدس في المعارك الدائرة ضد تنظيم داعش في الموصل. وأصدر قائد الحرس الثوري نعيًا رسميًا مؤكدًا أنه كان يعد من كبار القادة الذين وضعوا حجر الأساس لبناء وتشكيل منظمة بدر العراقية. وكانت القوات العراقية المشتركة قد بدأت عملية لانتزاع السيطرة على آخر جيب للتنظيم في مدينة الموصل. وسيضع تحرير المدينة بالكامل حدا فعليا لوجود ما يعرف بدولة الخلافة في العراق التي أعلنها أبو بكر البغدادي زعيم داعش قبل قرابة 3 سنوات. استهدف الجيش السوري الحكومي مجموعة مسلحة في ريف السويداء الشرقي ما أسفر عن مقتل 6 عناصر من الجماعات المسلحة وتدمير 3 دراجات نارية. إلى ذلك أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني حسن روحاني، أكد خلاله الزعيمان الحاجة لبذل المزيد من الجهود لحل الأزمة السورية، كما ناقش العلاقات الاقتصادية. في مصر الرئيس السيسي يؤكد العزم على ضرب الإرهابيين، ووزير الخارجية يعلن أن منفذي الهجوم تركوا في ليبيا وتوالى الاستنكار لجريمة استهداف الأقباط. فيما تتوالى الاستنكارات المحلية والإقليمية لجريمة المنيا بحق الأقباط، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أجهزة الدولة لن تهدأ قبل أن ينال المسؤولون عن الجريمة عقابهم. كلام السيسي ورد خلال اتصال هاتفي مع بطريرك الأقباط ثوادروس الثاني، بحيث قدم التعازي بضحايا الاعتداء. ميدانيا الجيش المصري نفذ عدة غارات جوية استهدفت معاقل لجماعات متطرفة في ليبيا. وأوضحت وزارة الدفاع المصرية أن الضربة التي نفذتها القوات المصرية استهدفت تجمعات من العناصر الإرهابية في الأراضي الليبية بعد التأكد من تورطهم في تخطيط وتنفيذ الاعتداء. القوات الجوية المصرية دمرت بشكل كامل المركز الرئيسي للمجموعات الإرهابية والمسمى مجلس شورى مجاهدي درنا. وكذلك أعلن الجيش الوطني الليبي عن مشاركته في هذه الغارات الجوية، موضحا أنها استهدفت قوات مرتبطة بالقاعدة وستليها عملية برية. في هذا الوقت أعلنت القوات المسلحة المصرية أنها تواصل ضرباتها ضد معسكرات الإرهاب في الخارج. أهلا بكم من جديد. من عين التين السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون، وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، تمنى أن تنجح القوى السياسية بالتوصل إلى اتفاق على قانون وإجراء الانتخابات النيابية التي ستتيح المجال للبنان بأن يعيش بشكل أفضل وبديمقراطية، مشيرا إلى أن الحياة السياسية في لبنان تحتاج إلى كثير من الحنكة والنقاش، لافتا إلى أنه لطالما أحب قدرات الرئيس بري، واصفا إياه برجل المواقف. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أبرق مستنكرا التفجير الإرهابي الذي استهدف الأقباط في مصر، مبلغا شجبه وتعازيه بالضحايا إلى كل من الرئيس المصري والبابا توادروس الثاني. الرئيس الحريري التقى السفير الفرنسي والنائب قباني. نتائج ومشاورات الوفد اللبناني في واشنطن محورت لقاء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري النائب محمد قباني الذي طمأن اللبنانيين إلى نجاح الوفد في مهمته. وأوضح أن الجولة كانت ناجحة ولمصلحة لبنان والاستقرار الاقتصادي والأمني فيه، وأضاف وقد بحثت مع الرئيس الحريري في أمور تخص بيروت. وفي زيارة وداعية زار السفير الفرنسي إيمانويل بون بيت الوسط مغادرا لبنان بعد 2 عام ليتسلم منصب مدير مكتب وزير الخارجية الفرنسي. السفير الفرنسي قال: سعيد بما أنجزناه خلال 2 عام الماضيين، ولا سيما مع حكومة الرئيس الحريري، حيث عملنا على المستويين الاقتصادي والأمني فضلا عن التعاون الثقافي والتعليمي، ولدينا طموحات لترجمة الصداقة مع لبنان، وسأواصل حمل هذه
الأواصر من خلال عمل الجديد وفق تعليمات رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون. وفي بيت الوسط وفد من اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية طلبوا أن تتبنى الحكومة برنامج وهب الأعضاء، ونقلوا عن الرئيس الحريري إصراره على تبني هذا البرنامج. نكتفي بهذا القدر من تقديم النشرة الإخبارية، شكرا للمتابعة. وملتقانا يتجدد في النشرة الليلية، إلى اللقاء.